عايزه اسال بس انت على حاجه. اسال. معاكي اسال. اكبر يعني هو برضه هيبقى سر اول مره مامتك هتعرفه ده، لو هو لو في حاجه يعني مصيبه عملتيها وانت صغيره ولحد دلوقتي ما حدش اكتشفها. اعترفي. اصل الوش الشقي ده بالشخصيه الشقيه دي لازم تكون عملت مصايب وهي صغيره، فانا عايزه اعرف مصيبه ولحد دلوقتي ما حدش يعني هيعرفوها هي تعرفها بس هي هتدي يعني بس يلا خلاص انا كبرت بقى. احنا كبرنا مش هنتدرب خلاص. كنت بزور الشهادات، كنت اقعد اقلد امره بابا واجيب ورقه فاضيه يا رب مش فيه يا رب يا رب اللهم امين، واقعد اجيب ورقه فاضيه واقعد ايه اكتب جرب الامضه بتاعته اقلد الامضه بتاعته اقلد الامضه بتاعته. وبعدين ايه شفت في فيلم كده كانوا جايبين بيضه مسلوقه والراجل راح ايه مقشرها وهي مسلوقه ماشيها على الختم كده، فانا رحت عايزه اقلد ايه الفيلم او يعني ماشيها على الختم وبعدين يمشيها على ورقه ثانيه بيضه فالختم عملتها ما نفعتش فشلت للاسف يعني. ده الحمد لله ان هي فشلت. بس والله في مره زورت تصويره ونفعت والله عدت على المدرس الحمد لله. عند باباكي برضه؟ والله العظيم وعدت عليه. الحمد لله. وشفته انا قلت لكم والله الوجه الشقي ده الشخصيه الشقيه دي ما ينفعش ان هي تعدي طفولتها كده بسقي وانا صغيره. وكان اختي مره كان المدرس طلبها برضه، رحت واخده اخت واحده صاحبتي ورحنا على اساس بقى ان احنا اخواتها الكبار وبتاع وعديت الدنيا برضه. لا والله العظيم وكل ده ماما ما تعرفش عنه حاجه. شفت بنتك بتعمل ايه من وراكي؟ شفت المصايب اللي بنتك بتعمل فيها؟ بس بصي يا ماما انا ولادي لو خلفت ولادي عملوا كده انا هسامحهم عادي. انت كده بتثبتيها عشان ما تعملش حاجه اصلا. هي بتقعد تقول لي هي لما كانت بتذاكر لنا ماما كانت تعمل ايه مثلا؟ وتتعصب انا واختي بقى ونهبل في المذاكره، تروح رامي لنا الكتب على السلم وانا واختي ننزل نجيبها، مره رمت لنا المريله من الشباك. بص هو امهاتنا كلهم انا ببص لك ومندهشه من الموقف لان امهاتنا كلها كده. كانت فاهمه من الواضح اللي هو كرسي وكل الامهات واخداه. ده كانت بتدينا كلام على المذاكره دي وفاهمه، فبتقولي انت هتعملي مع اولادك كده؟ قلت لها لا مش هذاكر لحد اصلا. على فكره لا انا لحد دلوقتي يعني اما يجي يحصل موقف بيني وبين ولادي، انا عندي اربع بنات ما شاء الله يا حاج، لما يجي يحصل بيني وبينهم موقف وكده وماما تقول لي ايه شفتي بيعملوا فيكي نفس اللي كنت بتعمليه فيا؟ اقول لها بس انا مش هعمل فيهم اللي انت كنت بتعمليه. لا ده ماما تتعصب تروح فاتحه باب الشقه، طب ما فيش مذاكره ما فيش تعليم، وترمي الكتب على السلم بره. وترمي الكتب على السلم. انا واختي بقى ايه انا انزل مره اجيبها هي تنزل، يعني بالتناوب كده مع بعض.